كإخبار وكتذكير وكتوضيح لهذه الوقفات التي تأتي كرد فعل ضد النظام الأساسي المشؤوم الذي استبعد كل البعد الأستاذ وأخرجه من حسابات الإصلاح للمنظومة التعليمية. ونحن نعرف جيدا بأنه لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح المنظومة التعليمية والرفع من مردودية تعلمات ومن جودة تعلمات وإصلاح المدرسة العمومية دون الاعتناء بالركيزة الأساسية المتمثلة في الأستاذة في الأستاذ داخل المدرسة العمومية. لهذا يخوض أساتذة الأسلاك الثلاثة الابتدائي سلك ثانوي الإعدادي سلك ثانوي التأهيلي إضرابات واحتجاجات مشروعة وعادلة تطالب بحقها في إنصافهم، تطالب بمنح ورد الاعتبار لكرامتهم وقيمتهم داخل المجتمع ورفضهم القاطع والمطلق لمتضمنات وبنود النظام الأساسي المشؤوم الإقصائي الذي لا يراعي لكرامة هذا الأساتذة. لكن كإضافة نستغرب بتصريحات السيد الوزير الذي قال بأن تعويضات ستطال هذا الأساتذة، يا لها من سخرية، يا لها من استهزاء بأساتذة وأستاذات التربية والتكوين داخل هذا المجتمع، حيث لا يعقل أن نتحدث عن تعويض لأوراق تصحيح في 3 دراهم أو 4 دراهم. وكإضافة وتوضيح للرأي العام بأن كان المبلغ الذي يقدم لورقة مصححة 4 دراهم ثم يحذف منها 17%. في السنة الماضية تم حذف منها 30%. لهذا نتساءل يا ترى كيف يمكن للأستاذ أن يغتني ب20 ورقة أو 30 ورقة من التعويضات؟ كفانا من هذا الاستحقار، كفانا من هذا الاستهزاء بقيمة وكرامة الأستاذ. أما بالنسبة لنسبة نجاح الإضراب فإن جل مؤسسات التربوية مضربة وأنها شللت تعلمات المتعلمين بصفة مطلقة، والمسؤول الأول في هذا الشلل والمسؤول الأول من حرمان المتعلمين من استفادة من التمدرس وتكافؤ الفرص مع القطاع الخاص هي الوزارة الوصية التي لا تنهج سياسة الديمقراطية، سياسة التشارك، سياسة تحاور، سياسة اعتناء ورد الاعتبار لكرامة الأستاذ. ومن هذا المنبر نقول بأننا لسنا ضد التلميذ، بأننا أبناء الشعب وإلى الشعب وندافع عن المدرسة العمومية، لأن الضرب في مصداقية الأستاذ وأن الحط من قيمة الأستاذ وأن الدوس على كرامة الأستاذ لا يعني سوى الدوس والحط من قيمة المدرسة العمومية وبالتالي لأبناء الشعب المغربي. لهذا دعوة ومناشدة لكل مختلف الشعب المغربي وفئاته وإطاراته وهيئاته أن تتحمل مسؤوليتها وأن تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الأستاذ ومسؤولية الدفاع عن المدرسة العمومية. دمتم ودمنا للنضال العادل والمشروع الذي ينص عليه الدستور أوفياء.